المطرب السعودي احمد السعيد، بنرحب بيك. يا اهلا وسهلا فيكم. قول لي انت النهارده في شرم الشيخ والاجواء الجميله والسياحه والحاجات الحلوه دي، علشان مشاركتك كعضو لجنه تحكيم في مهرجان ملكه جمال العرب للمحجبات، ايه رد فعلك او شعورك الجميل ايه؟ شعوري فعلا لا يوصف في هذا البرنامج، لأنهم فعلا يستاهلون لقب ملكة جمال المحجبات للعرب. كعضو لجنة التحكيم انت بتشوف طبعا ايه الصراخ والعويل وكل ما هو حزن في لحظات المغادرة. برضو عايز اعرف تفاصيل المطبخ اللي هو جوه الكواليس، لما بتدي انطباع او بتعلم على صح او غلط، انت بيبقى شعورك من جوه ايه؟ أنا قبل ما أكتب صح أو خطأ بيأنبني الضمير، فتلقاني إني أنا أكتب الشيء بما يرضي الله قبل كل شيء، وأنا أعتبرهم بصراحة كلهم ملكات. انت مش شايف ان الفكرة حلوة جدا، وانت كرجل تم اختيارك على اساس ايه كعضو لجنة تحكيم؟ علشان بتحب المرأة عموما، لان المرأة هي مرآة المجتمع وهي النبض اللي بيخلي الفنان يخرج كل مشاعره الجميلة سواء في غنى او في تمثيل. أولا أنا خبير تحكيم دولي، ثانيا هذه ثقافة من ثقافات الفن، والجمال سبحان الله هذه يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. المرأة هي أمي، هي أختي، هي زوجتي، هي بنتي، وأنا سعيد جدا إني أنا أكون في هذا المشاركة. قول لي طيب، بالنسبة للحفلات عندك ايه في الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله عندي في نهاية شهر يناير حيكون في القاهرة، وإن شاء الله في فبراير حنكون إن شاء الله في الغردقة. تمام، يعني احنا بنسعى جميعا ان نقول لك موفق، وبإذن الله تبقى الأعمال القادمة حلوة. بس أرجع تاني بسؤالي واللي حاولت إنك أنت تخطفه، الكليبات هنشوف حاجة قريب؟ قريب ان شاء الله، وحتكون مفاجأة للجمهور، وفي القريب العاجل جدا. ما استغلتش تواجدك في شرم الشيخ انك انت تصور حاجة؟ يعني كل النجوم لما بتيجي شرم الشيخ ده بتيجي قصده انها تصور، بدل ما بتصور في تركيا وفي اوروبا، والتكلفة يبقى بالنسبة لهم، انا مش عايز اكلمك على التكلفة لكن الجمال بيختلف، ما لفتش نظرك ده؟ بسم الله ما شاء الله، يعني بلد جميلة ورائعة، وأهو إحنا بنتحدى أوروبا، يعني إحنا في شرم الشيخ إحنا يعني كفاية إنه أوروبا والعالم كله بيجي على شرم، هذا شرف كبير، والواحد يتمنى مش صورة، يتمنى إنه لحظة يوقفها في شرم. يعني هنشوف حاجة ممكن إن شاء تكون الله. أكيد أكيد أكيد، وإن شاء الله على يدك أنت. ربنا يخليك، تسلم لي.